خلينا نتابع مع حضراتكم زي ما احنا متعودين دلوقتي اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه وتمرين طبعا الفريق الاول زي ما كنا بنشوف لكره القدم. ومراسلتنا سالا حامد موجوده دلوقتي في فرع نادي الاهلي مدينه نصر عشان نعرف اكتر ايه اللي جرى يعني في التمرين ولو في اي كواليس برضو سالا تحكيها لنا. يا سالا بونجور، اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني اقول لك طبعا يا نهاود ويلكم باك. ويعني زي ما انت قلت يعني حاليا انا متواجده داخل لمقر فعلا او فرع عفوا نادي الاهلي بمدينه النصر بدلا من مقر النادي الاهلي بالجزيره دايما زي ما متعودين. النهارده انا معاكم من مدينه النصر عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن زي ما انت قلت يا نهاوند يعني من شويه كان في فعلا تدريب الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن خليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر هو اللي قرر انه ينقل التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي من ملعب مختار التتش للملاعب الكره المتواجده هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر، لانه فضل انه الملاعب دي هتكون قريبه شويه من فندق الاقامه لمعسكر فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه وهي فتره الاعداد للموسم الجديد. فقرر انه هو ينقل التدريبات من ملعب مختار التتش للملاعب الكره في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. خليني كمان اقول لك انه التدريب يعني بدا في تمام الساعه 9 صباحا. يمكن كل العاملين بالفريق كانوا متواجدين قبل اللاعبين، كانوا بيجهزوا الملعب لجميع اللاعبين والجهاز الفني، وبعد كده الجهاز الفني كان متواجد في الملعب بالظبط الساعة 9 الصبح. ويمكن قبل التدريب كمان مستر مارسيل كولر يعني كان عقد اجتماع مع جميع لاعبي النادي الاهلي وكان بيتكلم فيها معاهم عن يعني مباراة امس وهي المباراة الودية مع نادي اسوان واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفين حسام حسن وطاهر محمد طاهر. كان بيتكلم معاهم عن يعني مباراه امس والاستفاده منها واهميه المباراه طبعا للفتره القادمه، وكمان كان بيتكلم معاهم عن المباراه القادمه واللي هتكون مع نادي طلائع الجيش يوم 29 من الشهر الجاري والاستعدادات للموسم الجديد والمشاركه النادي الاهلي يعني في الموسم الجديد. يعني اول مشاركاته هتكون في بطوله افريقيا مباراه الاتحاد المنستيري يوم 9 من شهر اكتوبر المقبل، واللي هتكون ان شاء الله في تونس مباراه الذهاب في الدور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان يعني مستمر كولر خليني اقول لك يا كريم ويا نهاوند انه يعني قرر جميع اللاعبين اللي كانوا لعبوا ال 60 دقيقه او اول 60 دقيقه من مباراه امس ان هم يكتفوا ببعض التدريبات في صاله الجيم وكمان بتدريبات او جري حول الملعب طبعا بسبب ان هم لعبوا 60 دقيقة امبارح طوال المباراة، فقرر ان هو يريحهم النهارده ويكتفوا بس ببعض التدريبات في صالة الجيم. ولكن كل بقيت وبقية اللاعبين الكل كان متواجد في المران بشكل طبيعي وكان يعني في المران سواء الفقرات المخصصة ليهم او كمان يعني التدريبات بالكرة، فجميع اللاعبين كانوا متواجدين في التدريبات الجماعية لفريق النادي الاهلي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده خليني بقى انتقل واروح للالعاب الاخرى. ويمكن الفريق الاول لكرة اليد رجال تحت قيادة المدير الفني اسباني مثل دانيال جوردو النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 10 بالليل على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وكمان ان شاء الله بكره هيكون في تدريب الاخير هنا في القاهره، وبعد كده يوم الاربعاء ان شاء الله الفريق يعني هيسافر وهيتجه لتونس استعدادا للمشاركه في بطوله افريقيا لكرة اليد واللي ان شاء الله هتبتدي من يوم 30 سبتمبر حتى يوم 9 اكتوبر. يمكن كمان خليني اقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني قرر وكلف المهندس خالد مرتجي امين الصندوق في النادي الاهلي انه هو يكون رئيس لبعثه الفريق اللي متجه ان شاء الله لتونس من اجل المشاركه في بطوله افريقيا. فان شاء الله المهندس خالد مرتجي هيكون متواجد مع جميع لاعبي النادي الاهلي لكره اليد. كمان لاعبي كره السله تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر أجاستي إبوش النهارده ان شاء الله عندهم تدريب الساعه 8. وفي الفتره الحاليه يعني خلاص يا نهاوند كريم جميع التدريبات او جميع المباريات الرسميه بالنسبه للفريق هتتوقف في الفتره الحاليه عشان بعد كده الفريق يعني خلاص هيتجه للكويت يوم 3 اكتوبر الشهر القادم، ولكن هيكون في مباراه واحده بس من هنا لحد يوم 3 اكتوبر وهي مباراة ودية مع نادي سموحة هتكون يوم 29 من الشهر الجاري، هتقام كمان يعني في تمام الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ودي هتكون آخر التجارب الودية وآخر المباريات بالنسبة لمستر أجاستي بوش عشان يطمن على يعني جميع لاعبي النادي الأهلي وعلى حالة طبعا الفريق قبل ما يتجهوا للكويت من أجل المشاركة في بطولة أو البطولة العربية في نسختها الـ 34 واللي إن شاء الله هتقام من يوم 5 ل 15 أكتوبر. ويمكن النادي الأهلي كمان يعني يقع في المجموعة الثانية
الثانيه معاه ثلاث فرق وهم رياضي اللبناني والغرافه القطري والميناء اليمني. فدي هتكون اخر مباراه مع سموحه وهي اللي هيطمن فيها يعني مستر اجاستي ايبوش على لاعبي النادي الاهلي. وكمان يعني خليني اقول لكم ان هو دعم الفريق بوفد اجنبي يعني غير مستر او غير اللاعب والتر هودج وهو مايكل فاكوادي واللي هيستمر معانا بس في فتره البطوله العربيه. بعد كده الفريق يعني هيستمر طوال الموسم بالمحترف الاساسي وهو والتر هودج. فمايكل فاكوادي هيكون يعني اخر التدعيمات بالنسبه لفريق كره السله. كمان النهارده سيدات كره السله المباراه اللي كانت عندهم مع نادي الغابه يعني النهارده اتلغت بسبب انسحاب نادي الغابه من بطوله منطقه القاهره. النهارده ان شاء الله هيكون عندهم تدريب من الساعه 4 للساعه 5:30 وبكره هيكون في مباراه ثانيه في بطوله منطقه القاهره وهتكون مع نادي مصر التامين هتقام في تمام الساعه 8 مساء في مركز الشباب الجزيره. من جديد انا هوندو كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه وطبعا تدريب الفريق الاول لكره القدم واللي مستمر لحد دلوقتي في ملاعب الكره في الفرع طبعا المتواجدين في فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. اكيد انا معاك يا هوند ومعك يا كريم لو في اي سؤال ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو. بص يا سالا اكيد انت عملت لنا تغطيه رائعه جدا فيما يختص بالفريق الاول طبعا والتمرين اللي كان منذ قليل واكيد برضو اخبار النادي الاهلي المختلفه على مدار اليوم. لكن خليني بقى استغل برضو وجودك معانا واسالك عن حاله الطقس حاليا والاجواء عندك وتوافد برضو الاعضاء اخباره انقل لنا الصوره يعني بشكل يعني اكثر تفصيلا. اتفضل يا سالا. اكيد انا هوند يعني خليني اقول لك ان درجه الحراره هنا مرتفعه يعني كمان الاعضاء بتبتدي تتوافد على فرع النادي الاهلي بمدينه النصر. العدد لحد دلوقتي يعني يعتبر قليل شويه اللي متواجد هنا هم كبار السن بييجوا يعني عشان طبعا يستمتعوا بالاجواء هنا في الفرع وكمان في يعني بيجي عشان بعض التدريبات سواء يدخلوا يعني صاله الجيم او طبعا حمام السباحه او اللي فيه بيبقى حابب ان هو يحافظ على لياقته البدنيه فبيدخل يعني يؤدي بعض التدريبات في صاله الجيم. يعني كل الاعضاء هنا متواجدين ولكن يعني هم كبار السن لسه بدايه الاعضاء يعني بتتوافد يعني مع اقتراب يعني لحد بالليل يعني كل ما الوقت بيعدي كل شويه الاعضاء بتتوافد يعني على المقر على فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. كمان بيكون في تدريبات يعني بعد العصر سواء تدريبات للعبه كره السله قطاع الناشئين وكمان يعني كره اليد وكره الطايره ولكن التدريبات دي بتكون يعني بعد العصر فبيبتدي كمان العدد بيزيد داخل فرع النادي الاهلي يعني بيكون في عائلات وبيكون في طبعا الولاد اللي بيتمرنوا في قطاع الناشئين لكل الالعاب الاخرى. ده انا بشكرك جدا وخلي بالك لان العربيات اللي معديه جنبك دي انا مش فاهم انت حسيت انها هتخبطها صح؟ انا فضلت مركز قلت يا ترى هتلحق تخبطها ولا هتعدي ولا ايه؟ شكرا ليك يا سالا جدا على هذه التغطيه الاكثر من رائعه.